مرحبا بكم. كما بينا في الحلقات السابقة أنه منذ قرون طويلة وقبل طرح داروين لنظريته التي ثار حولها جدال كبير فيما بعد، كان من الواضح أمام الكثيرين سواء من قبل الأغريق القدماء أو العرب القدماء من أمثال الجاحظ وأخوان الصفا أو حتى الكثيرين ضمنهم جد داروين نفسه الذي ألف كتاب شعري يوحي بذلك، أن الكائنات الحية تربطها علاقات نسب وقرابة لا يمكن إكرامها. فالتشابه ظاهر للعيان مع اختلاف الصفات والخصائص بين كائن وآخر، وهذه الاختلافات كان واضح أنها قد جاءت استجابة للتغيرات أو التحديات البيئية التي يعيش الكائن الحي فيها، وليس كما قيل سابقا أو كان متصور وشائع بأن كل الكائنات الحية قد تم خلقها دفعة واحدة أو أنها مصممة لكي تكون كذلك. فهذا الادعاء ادعاء كبير، وعلى حد تعبير كارل ساغان رائد الفضاء الفلكي اللامع، أن الادعاءات الكبيرة بحاجة إلى أدلة وإثباتات كبيرة، الأمر الذي لم يتوفر لحد الآن، ونحن للأسف لا نملك أي آثار قابلة للقياس والاختبار تجعلنا نستطيع الجزم بذلك. لذلك تبقى هذه الفكرة ذات الجذور القديمة، فكرة التطور هي التفسير الوحيد المنطقي والمدعم علمياً لتنوع الكائنات الحية على وجه الكرة الأرضية. وهذه الفكرة قد تبلورت اليوم لتصبح نظرية علمية معتبرة تستند على جبل من الأدلة المتراكمة والبيانات المستمدة من الطبيعة، وإضافة لذلك أصبحت محل توافق جميع المجالات العلمية ذات الصلة على أنها أفضل تفسير موجود لدينا عن تنوع الكائنات الحية حتى الآن. ومع ذلك ظلت، وبسبب التصور القديم في عقولنا بأننا في قمة هرم الكائنات الحية، تصارع هذه النظرية المد والجزر على مدار أكثر من قرنين، وصارت ضحية لنزاعات مزمنة بين اللاهوت والعلم، وهذا بدوره جيش اللاهوتيين في صف واحد للتقليل من أهمية هذه النظرية ولجعلها عرضة لإشاعات غير علمية على المستوى الشعبوي، وحتى في بعض الأوساط العلمية للأسف التي يشتكي أصحابها من التنافر المعرفي والشد والجذب النفسي بين العلم والإيمان. هذه الفئة وبسبب عدائها الشديد للنظرية التي لا يستسيغونها وعبر تاريخ طويل من الإنكار للحقائق الدامغة، اختلقت لنفسها ولمن يتبعها أدبيات من الاعتراضات الواهية والحجج الانتقائية والمغالطات المنطقية والتحزبات الذاتية، صمموها بصورة مانيفستو يعطي أجوبة نموذجية أو أيقونات للرد على العلماء والباحثين في مجال التطور، وهذه الأيقونات صارت لمن يتبعهم راية يرفعها أثناء معاركهم الوهمية ضد نظرية التطور والتي دائما ما ينتصرون فيها. لكن أي انتصار؟ تماما كما ادعى دون كيشوت النصر على الطواحين الهوائية في كل واحدة من معاركهم تلك. والحرب هذه في الحقيقة هي حرب من جهة واحدة، لأن العلم أصلا لا يتدخل في موضوع معتقدات كما يصور لنا الخلقيين، ولكن وحرصا منا لما لهذه المسألة من أهمية في معرفة حقيقة التطور وميكانيكيته وتاريخه الطويل في الصراع من أجل البقاء، فلقد رأينا أن نبدأ بسلسلة بحثية من عدة حلقات نبدأها هنا لوضع النقاط على الحروف بما يخص هذا المانيفستو. في هذه الحلقة سنقوم بعرض بعض أهم الأيقونات في أيقونات الخلقيين. نبدأ بموضوع استبعاد الأدلة السيئة هو موضوع الأحافير المزيفة. نظرية التطور، وكما هو الحال بالنسبة لأي نظرية علمية أخرى، تبدأ بطرح فرضيات ويتم لاحقا استبعاد الفرضيات التي تفشل في إعطاء دليل أو لا تستطيع أن تعطي تنبؤات، ومنها ما يتم اعتماده بعد الفحص والتدقيق وتصبح أساسيات، ومنها ما يظل محل تشكيك وبحث مستمرين، وهذا لأن النظرية العلمية وسيلة حية وقابلة أن تتنبأ وتتطور بالمعلومات المتراكمة وأن تصحح مسارها بنفسها دون المساس بالأساسيات. أي ليس كل الفرضيات ولا كل ما يقدم كدليل للنظرية يمكن اعتماده دون تدقيق وتمحيص، وهذا يدعم النظرية ولا يعيبها، بل هي فلسفة علمية سليمة. لكن الخلقيون يرون في هذه العملية فجوة ينقبون عنها ويسلطون الأضواء عليها ويعطوها حجم وقيمة غير واقعية بهدف نسف نظرية التطور برمتها، وهم بذلك يرتكبون للأسف المغالطات المنطقية واحدة تلو الأخرى، تبدأ بمغالطة التعميم المتسرع. مفهوم هذه المغالطة هو عندما تقوم بتعميم الخصائص الكلية للمجموعة من خلال أداء عنصر أو عضو واحد ينتمي إليها،
ومن يفعل ذلك يعتقد بأنه تمكن من إسقاط أحد الأدلة على صحة نظرية علمية ما، فهذا يعني أن كل الأدلة الأخرى ستسقط تلقائيا كأحجار الدومينو وتهدم النظرية. ولكن ما هكذا يعمل المنهج العلمي الصحيح. ظهور خطأ في فرضية علمية أو عدم جدارة دليل علمي ما لا ينفي صحة أساسيات النظرية العلمية، بل وفقا للمنهج العلمي فإن أي فرضية يجب أن تكون قابلة للدحض والتفنيد والتخطئة، وإلا فهي مجرد فلكلور أو أساطير. والخطأ وخصوصا في البحوث الأولية هو مكسب وليس خسارة، فبه يتم تصحيح المسار. لنفرض جدلا بأن كل البجع أبيض، هذه الفرضية غير قابلة للجزم المطلق بطبيعة الحال، كونها تعتمد على استقراء محدود ضمن نطاق ما نستطيع مراقبته أو أخضاعه للمراقبة والفحص. هذا مع العلم بأن هذه الفرضية تدعمها مشاهدات كثيرة في الطبيعة، أي بيانات في الطبيعة موجودة حولنا، فنحن لم نشاهد قط بجعة سوداء، وهذا يجعل منها معلومة صحيحة لحين إيجاد دليل يناقضها. لكن ماذا لو قمنا بدس أوزة سوداء وسط جموع البجع الأبيض، وانتبه المراقب لهذه الخدعة وطرد الأوزة السوداء من الجموع، فهل هذا يهدم فرضية كون أن البجع أبيض؟ استبعاد الدليل الفاسد لن ينقض الفرضية، بل يصحح مسارها. ذلك فإن ظهور أحفورة مزيفة تم طرحها في فترة زمنية كدليل على التطور يتم أخضاعها للفحص والتدقيق، وعندما يتبين بعد ذلك أن أدلة مزيفة أو غير سليمة أو مشكوك فيها، فسيتم فقط استبعاد تلك الأحفورة من ترسانة الأدلة الأحفورية الأخرى التي يبلغ عددها قرابة ربع مليون أحفورة. لكن هذا الحدث لن ينتقص من شأن نظرية التطور، بل تبقى النظرية قوية ومدعمة بتلك الأدلة الأحفورية الصحيحة والأدلة المستقبلية الأخرى ما لم يظهر ما يعارض أساسياتها. ننتقل إلى أحد أيقونات الخلقيين الأخرى، وهو مسألة التزييف لإثبات النظرية. ولا يكتف الخلقيون طبعا بالأدلة المزيفة للبعض، بل يسقط هذا أيضا على الجهود الحقيقية للعلماء، وذلك بالتنقيب عن السقطات والأخطاء التي يمكن أن تحصل في أي مشروع علمي فيقوم بإدراجها تحت مسمى التزوير في بحوث وأدبيات نظرية التطور، وكأنها كانت قد حدثت عن قصد وبشكل منهجي مضطرد في ممارسة البحث العلمي. ومع ذلك فالأخطاء جزء من المنهج العلمي، بل أن أغلب البحوث الأولية تكون غير دقيقة في بدايتها، ويتم صقلها وتعديلها بعد أن تطحن بمطحنة أو مفرمة الأقران، وهذا لا يلغي أساسيات الفرضية بالكامل. ولنا في قصة عالم الأحياء الألماني أرنست هيجل خير مثال. فالسيد أرنست هيجل ولد عام 1834، وكان بالإضافة لمجاله في علم الحيوانات يجيد الرسم، فاشتهر برسوماته العلمية الدقيقة في مجاله، وكان ناشط سياسي في ذات الوقت. كان هيجل من أشد المعجبين بنظرية التطور، والتي كانت حديثة العهد في زمنه ولم يكن لها قبول كبير بين العلماء والسياسيين، الأمر الذي أكسبه عداء المناوئين النظرية منهم، ليصل الأمر بهم إلى اتهامه بالخداع والتزييف في رسومات تعود لأجنة لبعض الكائنات الحية لتبدو وكأنها متشابهة في مراحل التكوين الأولى. في زمن هيجل كانت فكرة أن الأجنة في مراحلها التطورية الأولى في الثدييات تتشابه بصورة مدهشة هي الفكرة الرائجة في ذلك الحين، فقام بطرح نظرية سماها بيوجينيتيك لو أو قانون الأحياء، زعم فيها بأن تطور الجنين يلخص علم تطور السلالات، ونشر ذلك في كتابين بعنوان تطور الإنسان تاريخ الطبيعي للخلق. مبدئيا هذه النظرية تعني بأن جنين الكائن الحي يتطور خلال سلسلة من المراحل التطورية التي من شأنها تلخص مسار رحلته التطورية، وعلى هذا الأساس اعتقد هيجل أن جنين الإنسان يمر بمراحل يتبين فيها سمات من أسلافه الأكثر بدائية، سمات من مثل خياشيم الأسماك وذنب القرد وغيرها، وهذه السمات المتحورة تعطينا صورة أو خريطة الرحلة التطورية له. وبما أن هيجل لم يكن بمقدوره أن يصور مراحل هذه الأجنة، فقام برسم عدد كبير منها ونشرها في كتابيه سابقي الذكر في سنة 1860. وبعد النشر مباشرة بدأ الباحثون وخلال مراجعة الأقران وصراخ السياسيون في تخطي نظرية هيجل وانتقادهم متهمينهم بالمبالغات في هذه الرسومات، لكن هيجل تحداهم بإثبات وجود الفوارق، وهو بذلك كان محق نظرا لوسائل القياس العلمي في زمنه والذي اقتصر على النظر بالعين المجردة، رغم أن الأجنة حجمها صغير جدا في مراحلها البدائية. لكن المسألة لم تنتهي عند ذلك، فقصة تصوير هيجل للرسومات كانت قد انتشرت كانتشار النار في الهشيم،
في عام 1997، أي بعد أكثر من قرن على وفاة هيكل، قامت مجلة ساينس بنشر مقال بعنوان أجنة هيكل إعادة اكتشاف التزوير. تقوم فيه الباحثة بنيسي باتهام هيكل بأنه كانت لديه النية المبيتة للتزوير. في هذا المقال وضعت الكاتبة صورتين جنب إلى جنب لعمل المقارنة بين الصور الفوتوغرافية التي أخذها عالم الأجنة البريطاني مايكل ريتشاردسون مع رسومات هيكل لمراحل الجنين، قائلة بأن ريتشاردسون وصفها بأكبر تزوير في علم البيولوجيا. فانتشرت هذه القصة بين الخلقيين ومن يدعمهم كتأييد على وجود تزييف في البحوث الخاصة بنظرية التطور. رسومات هيكل للأجنة والتي تظهر وجود تشابه كبير بين أجنة الكائنات المختلفة، ففرح بها داروين كثيرا. مد هذا الحبل لطرزان التطور عام 1868. أجنة الكائنات متشابهة في المراحل المبكرة، وهذا يعني أنها من أصل مشترك. منطق أعوج حتى لو صحت دعوة التشابه، ومع ذلك لم تصح الدعوة. فمع كثرة الاتهامات من علماء الأجنة لهيكل بتزوير رسوماته، اضطر عام 1909 للاعتراف في مقال نشرته مجلة مونشر ألجتمايني زايتونغ بأن نسبة 6 إلى 8% من الرسومات مزورة. وحاول هيكل تبرير هذا التزوير. أردنا المجاهر يا هيكل شيئا مختلفا عن 6 إلى 8% كما تلاحظون. في عام 2009 قام عالم في تاريخ العلوم اسمه روبرت ريتشاردز بتقديم ورقة تناقش كيف أن المقارنة بين صور العالم البريطاني ورسومات هيكل لم تكن منصفة. فالمقارنة التي اعتمد عليها البحث في مجلة ساينس تعتمد على رسومات ظهرت في الطبعة الأولى من كتاب هيكل، والتي قام هو نفسه بتلافيها في الطبعات الأربعة اللاحقة، واستبدل الرسمات برسمات أخرى أكثر دقة. وكذلك يبين هذا البحث أن هناك زيادات مرتبطة بالجنين ليست جزء منه، مثل كيس المح والأغشية في جنين السلمندر. ذكر هيكل نصا في كتابه أنه لم يشملها في رسوماته، ومع ذلك كانت موجودة في صور ريتشاردسون. واليوم نحن لدينا أدلة كثيرة بأن رسومات هيكل بالفعل لم تكن دقيقة، وكان يشوبها بعض الأخطاء. لكن وبغض النظر عن هذه الأخطاء، فهيكل لديه تاريخ طويل من الإنجازات العلمية، ولا يجوز أن نمحي كل إنجازاته بشطوة قلم لأنه أخطأ في قضية ما، ولا أن نتهمه كما فعل الخلقيون ومنهم القنيبي كأحد أبواقهم العربية بكونه غشاش ومزيف. بل كان رجل علم فذ لم يتعمد الغش ولم تثبت عليه التهمة، وإنما نشره في الطبعة الأولى من كتابه يمكن وصفه بتسرع سببه ضعف الإمكانيات التقنية المتاحة في ذلك الحين، وهو نفسه وغيره لاحقا قاموا بتصحيحه وتلافيه. وهذا هو ديدن العلم، الخطأ العلمي ليس عيب، بل هو اختصار الطريق لمن يأتي بعد ذلك بالبحث لتصحيح المسار. نسلط الضوء الآن على موضوع الحلقات المفقودة ومغالطة تحريك الهدف التي يقوم بها الخلقيين. إشكالية أخرى تحصل عند الحديث عن مصداقية دليل الأحافير، وهي عندما يسألك الخلقيون أين هي الأحفور التي تمثل المرحلة الانتقالية بين النوعين، وكأن هنالك توقف مفاجئ بين النوعين يتخللهما أحفورة وسطية يجب أن تكون محفوظة ويجب أن نعثر عليها. هذا المصطلح الحلقة المفقودة في الواقع هو مصطلح غامض لا يعرفه الخلقيين بصورة يمكن أن نستدل بها على ما يريدون، وللأسف يبتلع الطعم بعض الباحثين والعلماء الطامحين للشهرة عندما يعلنون عن الملأ بأنهم قد وجدوها، وجدوا حلقة الوصل التي طال انتظارها. في الواقع أن ذلك كله نابع من سوء فهم عميق لعالم الكائنات الحية، وهذا الفهم الخاطئ سببه النظرة الموروثة من العصور الوسطى والتي ترى أن فصائل الكائنات الحية عبارة عن أنواع ثابتة لا تتغير عبر الزمن، بينما هي ليست كذلك. فعالم الكائنات الحية عالم مستمر بالتبدل والتغير بصورة بطيئة وعلى مدى أجيال ولعدة فروع، لدرجة أن التغير بين كل جيل وآخر لا يكاد أن يلاحظ، بينما محصلة هذه التغيرات البطيئة تؤدي بالنهاية إلى ظهور أنواع جديدة نحن نصنفها في محاولة منا لرسم شجرة تقريبية لها. تعالوا معنا لنوضح هذا الكلام بمثال. افترض أن لدينا الكائنين A و D. افترض أيضا أنه تم اكتشاف الكائن C الذي يعتبر جوازا مرحلة انتقالية بين الكائنين السابقين. هنا ستصبح لدينا السلسلة A C D، وعليه فالكائن C هو الكائن الوسطي ما بين A و D. ماذا لو اكتشفنا لاحقا الكائن B الذي يحمل صفات مشتركة ما بين الكائن A والكائن C، لتتشكل لدينا سلسلة جديدة ستكون A B C D،
بالنظر إلى السلسلة نستطيع أن نقول بأن سي هي أيضا حلقة وسطية ما بين أي ودي، والأمر لن يتوقف عند هذه السلسلة. طالما كانت عملية اكتشاف أحافير جديدة هي عملية مستمرة، بل سنكون أمام شريط طويل من الأحافير في المنطقة الوسطى. فنقطة انفصال النوعين ليست واضحة كتفرع سنون الشوكة، ولذلك يقوم مختصي التصنيفات بوضع قواعد معينة ليفرقوا ما بين الأنواع. الواقع أن أي كائن وسطي من بين الأحفاد سيظل متمتع بصفات مشتركة بين سلفه وخلفه، لأنه بطبيعة الحال يعتبر كائن انتقالي، وبالتالي سيبقى دائما هناك مجال لاعتبار أي أحفورة مكتشفة لهذا الكائن الوسطي مجرد حفرية نستطيع أن ننسبها أما إلى السلف A أو الخلف B. وهذا بالضبط ما يدعيه الخلقيون في كل مناسبة يتم فيها اكتشاف أحفورية وسطية جديدة، من مثلا أحفورة لوسي العائدة إلى نوع أسترولوبيثيكوس، بأن هذه ليست لبشر بل هي مجرد أحفورة لقرد، لكن القرد والإنسان يتشاركون في جد واحد، وهذه هي الأحفورة أقرب لصفات الإنسان الحديث وأبعد عن صفات القرد الحديث. ولكن وعليه، فيمكن اعتبار حفرية وسطية مهمة بالفرع الذي يشكل خط سير تطور الإنسان الحديث وليس الفرع الذي أتت منه القرود الحديثة. وإن كنا نريد أن نكون أكثر دقة، فنحن ليس لدينا حلقة وسطية واحدة، بل نملك العديد من هذه الحلقات الوسطية، وكلما نكتشف أحد هذه الحلقات يحرك الخلقيين مرمى الهدف ويعيد عليك السؤال: أين هي الأحفورة التي تمثل المرحلة الانتقالية بين نوعين؟ سؤال لن ينتهي. آخر ما سنتحدث عنه اليوم هو حجة أن المشاهير يرفضون نظرية التطور كنوع من مغالطة الالتماس بالسلطة. سنتطرق في الحلقات القادمة وأثناء عرضنا لأيقونات الخلقيين بشكل مفصل إلى أسماء باحثين وعلماء وسياسيين مشهورين في مجالات عديدة ممن يرفضون نظرية التطور والمتمسكين بالخلق المباشر أو التصميم الذكي كبديل، طبعا بسبب منظومتهم العقائدية. طيب، ماذا إذا حاولنا أن نوفق بين الخرافة بصدفيتها ولا قصديتها والإيمان بالخالق، بأن نفترض وجود دور ما للخالق في نشأة الكون ونشأة الحياة وتنوعها، لكن مع الإبقاء على العشوائية والعماية كأركان للنظرية؟ فالجواب أن هذه محاولة للتوفيق بين أسخف فكرة في التاريخ وأكبر حقيقة في الوجود، محاولة للتوفيق بين المادية التي تريد استثناء الخالق تحديداً والمنهج الذي يقوم على الإقرار بأنه لا بد من خالق. وسنبين أن أي محاولة لتطعيم شجرة داروين بشجرة الإيمان بالخالق ستنتج ثماراً مشوهة للغاية، منها الإلحاد في أسماء الله وصفاته، يعني تحريفها عن أصلها، مما يؤدي إلى الشك في القرآن وإلى الكفر كنتيجة نهائية. فهؤلاء كثيرا ما يتم تكرار أسماءهم في الأوساط الخلقية كمصدر ثقة ودليل على خطأ نظرية التطور، والأمثلة على ذلك كثيرة، تجدها في فيلم المطرودون سيء السمعة في الغرب، وتسمع أسماء أيضا دائما عن عالم الكيمياء الحيوية جيمس تور وعالم الكيمياء الحيوية مايكل بيهي والكاتب التركي عدنان أوكتار وغيرهم. وللأسف أغلب هؤلاء الذي يتم الاستشهاد بهم، وإن كان بينهم من هو حاصل على جائزة نوبل في اختصاصه، إلا أن هذه الاختصاصات تكون بعيدة جدا عن علم البيولوجيا، ولذلك فما يقدمونه هو بالواقع مجرد رأي شعبوي لا يختلف عن رأي أي شخص آخر، وما الاستشهاد بهم إلا ضرب من مغالطة الالتماس بالسلطة appeal to authority. هذه المغالطة مفادها أن ادعاء المتحدث يجب أن يكون صحيح فقط لأن صاحبه يملك سلطة أو تأثير في مجال معين، لكن المجال العلمي لا يتقيد بالسلطات ولا يرضخ لها، بل يطالب بالدليل على صحة الادعاء ذاته. ولا يعني ذلك أننا لا نلجأ لرأي المختصين في أمورنا الحياتية، بل نحن دائما ما نأخذ رأي خبير مختص في مسألة معينة تدخل في صميم اختصاصه، لكننا لن نسأل صانع الصواريخ مثلا عن الشامبو الأفضل نوعية لشعرنا، بل نسأل الحلاق، وإن سألناه فرأيه سيكون كمثل رأي أي شخص آخر بالشارع، بالضبط كرأي الحلاق عندما نسأله أن يقدر لنا الطاقة التي نحتاجها لكي تنطلق كبسولة إلى الفضاء. أي ليس لرأي العالم كشخص أي قيمة إن لم يكن هذا الرأي منصب في اختصاصه أو مبني على نتائج الفحص والتدقيق والبحث العلمي. أيضا في المسائل العلمية الخلافية والتي تعتمد على وجهات نظر اختصاصية، وخصوصا في مسائل لا زالت محل بحث وجدال، فلن يكتفي هنا الالتجاء إلى رأي خبير واحد أو اثنين لحسب مسألة معينة، بل تحتاج إلى اتفاق بالآراء.
مثال على ذلك أن يتم نصحك بأخذ رأي أكثر من دكتور واحد عند التعامل مع مسألة صحية حرجة، والنظريات وخصوصا تلك التي يزداد عليها الجدل أو جدل في تفاصيلها مثل نظرية التطور بالواقع تحتاج لرأي مبرهن بالطرق العلمية التي تتمتع باتفاق علمي شامل وليس رأي فردي مهما كانت سلطة ذلك الفرد. هذه كانت بعض الأيقونات التي اتخذها الخلقيون كحجج نموذجية، تماما كما تلقن طالب أجوبة نموذجية تراكمت عبر العقود لمحاربة نظرية التطور بدلا من تخطئتها بالمنهج العلمي الصحيح. وسنتناول في الحلقات القادمة وبشكل مفصل المزيد من هذه الأيقونات لنوضح كيف يقوم هؤلاء بتهويلها وتضخيمها للتقليل من مصداقية نظرية علمية عليها جبل من الأدلة ومراجعات الأقران، ليس لشيء إلا لأنها تتعارض مع أيديولوجياتهم الدينية للأسف. شكرا لكم وتابعونا.